الله يحفظك، الله يسترك أبو ديامة، الله يحفظك، الله يكون منك أبو ديامة. الاسم ديالي محمد العامري، كنسكن في ولاد حميد، عندي ولد تريسيان، كان كيخدم على امو مريضه وانا مريض، وعندي الوراق ديال الطبيب نخرجهم لكم دابا تشوفوهم ولا بغيتو تصوروهم، وما كاينش اللي كيعطيني شي فرانك غير كنخسر فلوسي، ما كاين يقولوا لك والو، عا سير سير، وكنشري الادواء انا ما ارتحت ما والو. هاد السبيطار هوت ليه في جوج ونص، ديت ولدي كيموت وما داها فيه تا واحد، وبقيت كنرغبهم يديروا له عشي براد ديال الحراق، ما يبقاش شي عرعر ديك الغوت، وما اعترفوا بيا والو، قالوا لك هزوا العريش الا بغيتي ولا كيعيش، هما عرفوا فيه الموت وكيقولوا لي ديه العريش، وانا من الحاله ديالي فقيره، وغندي العريش من يموت في العريش باش نجيبو، وشحال خصني الصوائر وانا محتاج اللي يعطيني، وهو غادي ودينا سيدي قال لك حط 15000 فرنك ديال المازوت، حطيتها له تم الحق الاوامر الزواده، قلت له احبس الدكتور خليني هذاك اللي صايق، قلت له احبس نشوف ولدي واش مازال حي ولا. مشيت هوت طلعت لقيت المراه ديالي وولدي حداه وهو ميت، قلت له ولدي اخوك راه ميت، قال لي ابو انا صحاب لي الله حيد منه الحراق، وانا قلت راه صافي تحيد منه الحراق راه ارتاح، وشاد له في يده قلبته هذا لقيته ميت، ورد لي ولدي عيط لهم قالوا له ديه العريش، واش السيد ميت وديه العريش، خصني نعرف واش العريش تحيي لي ولدي هذيك الساعه. هو من يوم ولدي مات قلت له ردني، قالوا له ديه العريش، قلت له شوف الخير اللي عندي فيك هي ترد ولدي، الا نبقاو انا مزيان خلصتك، انا يديروا لي محضر يديوني للمحكمه رد ولدي للقصر، ومن بعد سيدي يديروا هما الواجبات اللي بغاو، وردوا لي وردوا لي يا سيدي. ولكن دابا هذا الولد بغيت انا وهاد الاولاد الشباب اللي ماتوا، هاد السيد اللي كيعمل هاد الشيء، خلينا لا خلاو غيهلك ولاد الشباب كاملين، كاين يبيعوا السلاسيون، كيبيعوا الماحية، كيبيعوا الباستيات، مخرد له الدراري ما خلاو شيء في العقل ديالهم حتى حاجة، تنطلب من السلطة والدولة، والله ينصر سيدنا، يحمي لنا هاد الشباب، ويحضيو هاد الشباب ما يخليهمش يتكرفصوا ويضيعوا. سيانا نعم سيدي ومشهور هو اللي خدام وكيشري لي الدواء وكني انا امو ومعيش كيشري لي انا الدواء امو ما فعلت والو، والحاله ديالي انا راه الله اللي كيعلم وسول عليها من هنا حتى فين بغيتي، راه انا كنت بناي ما بقيتش نقدر نخدم، هاد الدري هو اللي كيعاوني، ودابا الله يجازيكم بخير هادشي اللي كنطلب منكم، هي ياخذوا منهم القصاص ديال هاد الدري هذا وديال هاد الشباب، ماشي ولدي ديال الشباب كاملين. وكيقول لي ابا برك لي بكرشي، هو كيموت وكيقول لي برك لي بكرشي، ابا الحرق راه عندي في الكرش، مني هو هاد السيد اللي كيبيع هاد الشراب هذا ما شايفن شي، واش هي شي حاجه مخفيه؟ الانسان عا كيبيع شي حاجه بالحو ما كيعرفوه، والامن اللي قداش تبارك الله ما عرفوش، وتنطلب منهم الامن يفيقوا ويحضيوا هاد الشباب من هاد العذاب، والله ينصر سيدنا، الله ينصر ويزيدنا في ايامه، والله يطول عمره. انا الام ديال العمري سفيان، انا شواوني في ولدي الدعوه بهم لسيدي ربي، دعوه به لله، دعوه به لله، غصب هاد الشباب دعوه به لله، انا كنتمنى هاد السيد هذا يدير له اشد العقوبه اللي رزا هاد الشباب، علاش علاش رجاني بولدي، علاش عجومه عليهم، ولدي كيتقطع قدامي وانا ما عرفاش يمسموم، انا صعب لي غير مريض، كيقول لي هز يا امي وعطي لي تقل على ظهري، كنقول له لا انت عا كتكذب ما فيك والو، كيقول لي امي انا راه كنموت، انا راه كنموت امي، حشومه عليهم، حشومه عليهم، كيديروا هاد الشيء، كيفزدوا ولاد ولاد المغاربه، حشومه عليهم، قواو هاد الشيء، قواوه بزاف بزاف، دراري كيديروا، البنات كيديروا بزاف، بحق الدعوه بهم لله تعالى، انا ما كنتش هنا جيت بحال هاد الوقت، دخلت بحال هاد الوقت، صبته كيتوجع، منين ديته في الليل مات لي في الزواده، قالوا لي ديه العرايش تميت غادا به. الحق للنص ديال الطريق مات لي ولدي، صافي رديته انا مشويه دابا، عمري ما ننسى ولدي، ولدي تريسيان، وسول عليه اللي بغيتي، خرج سول على ولدي، انا ماشي كنقول خزنا، انا ما كنقولش خزنا، العالم يسمعني، خرج سول على ولدي، خرج اي واحد الا قال لكم ولدي فيه شي حاجه، وما كنجي معلم كيجيو الطوموبيلات حتى الباب يتصغبوا،
دابا جابوا لي الدوزان حطوا لي في الباب راه ما زادوا ازموني، مي جابوا لي الدوزان حطوا لي في الباب راه ما ازموني، ازموني بزاف ماشي شويه. جابوا لي السن اللي كنخدم به ولدي معطوا لي حشوماني صافي ما نقدرش نزيد.